القوانين المكدسة بانتظار الإقرار. من يتحمل هذا هم قادة الكتل السنية الدكتاتورية. اليوم كل واحد جار سيفه يقول أنا الرئيس، كل واحد وجار سيفه ويقول من عند الرئاسة. ما يجوز هذا الشيء. اليوم يجب تغليب المصلحة الشعبية على المصالح الضيقة. يجب أن يأخذ السنة استحقاقهم برئاسة البرلمان من خلال اختيار رئيس برلمان عراقي أولا وطني، لا نقول سنيا ولا شيعيا، نريده عراقيا وطنيا فقط، وعلى قادة السنة أن يعملوا على ذلك ولا ينسون، لا يفوتون بهذه الإصبابة مال إصبابة 2014 ودخول داعش وكلها تنهزم، يا الخليج يا ينهزمون تركيا ويعوفون شعبهم هنا ويظل ابن الخايبة يدافع عنهم وعن أعرابهم. نعم من بغداد.